صانع في الخوص والقش والنخل، ولفترة يمكن 38 سنة، ومن الصغر بس إني من يوم يعني استمريت فيه 38 سنة للحين. والحمد لله يعني ناخذ الخوص من النخل أو نشتريه، يعني قدهم كذا يعني مقطعينه نشتريه، حنبله في الماء وننظفه نقصصه ونسفه، نسوي منه سفارة، نسوي منه علب، وحقة القرقعان حقة الحمد لله يعني نشتغل من عدة شغلات، منه شغلة خوص ثقيل نوع ثقيل اللي هو بالبرة، أشتغل بالبرة اللي هو زي كذا، وفيه سف، وفيه بعدين أشتغل مطارح وعلب وطقوم أسوي منها بالقش، ونفسه كله يرجع من الخوص ومن العسو حق الخرف، كله اللي بالقش واللي بالخوص نحشيه من العسو. والله اللي هو السف ذا من الوالدة الله يحفظها من الصغر، يعني أنا أشوفها تشتغل أقوم أشتغل معها، لين تدربت عليه وخليته فترة، بعدين فترة عوض سبحان الله أنا من نفسي أرجع له. وذا شفت ناس اللي هو الملون ذا المطارح وعودت أتعلم عليها أشتغلها. هذا الحبال نجيبها من جيزان نشتريها ونشتغل منها، نشتغل عليها الحبل ذا، أسوي علب أسوي فيها بدعة فدفة. هذا الشغل ذا والحبال ما تجلس عندي، إذا صلحت منها ما تجلس حتى تمشي على طول. بعد ما عندي هناك طقم اللي هو حق المكسرات حق من هذا من الحبل، بعدين اشتغلت على النخل بعد اللي هو النخل هذا الصغير قاعد يمشي، بعد يحطون التمر هنا على السفرة، هذه على السفرة صغيرة. الكبار ذاك مثل الديوانيات مثل المحلات الخيام اللي يبها منظر يبها تقديم.